عن علي رضي الله تعالى عنه كان إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالضبيل الممغض ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القدد ولا بالسبض كان جعدا رجلا ولم يكن بالمضاهم ولا بالمكثم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاشي والكدد اجرد ذو مَسْرُبَةٍ شثن الكفين والقدمين اذا مشى يتقلع كانما يمشي في صبب واذا التفت التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجدا وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالده معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم إلى من ضرق الدار من العمار والزوار والصالحين إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن أما بعد فإن لنا بلكم في الحق سعة فإن تك عاشقا مولعا إبجرا مقتحما رَاغِبًا حقا، أو مبدلا هذا كتاب الله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتاب هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون يغلبون حاميم لا ينصرون حاميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحكم العدل المتين ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا بيده الخير وإليه المصير وهو على كل شيء قدير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله شكرا لنعمته لا إله إلا الله إكرارا بربوبيته وسبحان الله تنزيها لعظمته أسألك اللهم بحق اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب على جناح ميكائيل عليك يا ربي <noise> اسمك المكتوب على جبهة إسرائيل على عليك يا ربي. ببحق اسمك المكتوب على كف عزرائيل عليك يا ربي. ببحق اسمك الذي سميت به منكرا ونكيرن عليك يا ربي. ببحق اسمك وإسرار إبعادك عليك يا ربي. ببحق اسمك الذي تم به الإسلام عليك يا ربي. وبحق اسمك الذي تلقاه آدم لما هبض من الجنة فناداك فلبيت دعاءه عليك يا ربي وبحق اسمك ناداك به شيت عليك يا ربي وبحق اسمك الذي قويت به حملة العرش عليك يا ربي وبحق اسمك المكتوب في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عليك يا ربي وبحق اسمك الى منتهى رحمتك على عبادك عليك يا ربي وبحق تمام كلامك عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به ابراهيم فجعلت النار عليه بردا وسلاما عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به اسماعيل فنجيته من الذبح عليك يا ربي ببحق اسمك الذي ناداك به إسحاق فقضيت حاجته عليك يا ربي ببحق اسمك الذي ناداك به هود عليك يا ربي ببحق اسمك الذي ناداك به يعقوب فرددت عليه بصره وبلده يوسف عليك يا ربي ببحق اسمك الذي ناداك داود فجعلته خليفة في الأرض وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ فِي يَدِهِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِي نَادَاكَ بِهِ سُلَيْمَانُ فَأَعْضَيْتَهُ الْمُلْكَ فِي الْأَرْضِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِي نَادَاكَ بِهِ أَيُّوبُ فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الْغَمِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ عَلَيْكَ يَا رَبِّ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الَّذِي نَادَاكَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَحْيَيْتَهُ لَهُ الموت عَلَيْكَ يَا رَبِّ وبحق اسمك الذي ناداك به موسى لما قادبك على الدور عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به آسية مرأة فرعون فرزقتها الجنة عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به بنو إسرائيل لما جاز البحر عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به الخضر لما مشى على الماء عليك يا ربي وبحق اسمك الذي ناداك به محمد صلى الله عليه وسلم يوم الغار فنجيته عليك يا ربي انك انت الكريم الكبير حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم